بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في محاضرات الدارك روم. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الانتنسيفاينج سكرينز. وواضح من اسمها كلمة انتنسيفاينج يعني حاجة بتقوي حاجة، فانتنسيفاينج سكرين هي الألواح المقوية التي تقوي تأثير الإكس راي، فهي عبارة عن ألواح مقواة بتبقى موجودة داخل حافظة الأفلام اللي هي الإكس راي كاسيت عشان تقوي انتنسيفاي ذا إفكت أوف إكس راي، بأنها بتاخد الإكس راي الأشعة السينية وتحولها للايت فوتونز. واحنا سبق وذكرنا إن الإكس راي واللايت فوتونز هي كلها عبارة عن الكترومغنيتك ويفز، إلا إن الإكس راي لها الباور الأعلى والقدرة الأعلى على النفاذية. فبالتالي إذا كانت هي الانتنسيفاينج سكرينز بتقوي تأثير الأشعة، فمعنى كده إن احنا ممكن بقدر ضئيل من الأشعة نقدر ان احنا نظهر الصورة المطلوبة، وبالتالي نقدر نقلل الملي امبير المستخدم عشان نوصل لدرجة معينة particular density، وبالتالي هنقدر نقلل البيشنت راديشن دوز بالتبعية. مش كده كمان، ده احنا عندنا كمان الموشن بلير اللي هي حركة المريض اللي بتعمل اهتزاز او بتعمل يعني ارتفاكت في الصورة بسبب الحركة لو طولنا مدة الفحص. احنا هنا عارفين ان الاكس راي هي حاصل ملي امبير في تايم، فاذا كنا احنا مثلا محتاجين عشان نحصل على 10 اجزاء، ده مثال توضيح، 10 اجزاء من الاكس راي، فبالتالي انا محتاج 5 ملي امبير في ثانيتين، او محتاج 2.5 ملي امبير في 4 ثواني. فتخيل انت بوجود الالواح المقوى دي احنا بنقلل الدوز المطلوبة من الملي امبير وبقدر احصل على صورة جيدة جدا. فاذا كنت هقلل الدوز بتاع الاكس راي المطلوبة يبقى بالتبعية معناها ان انا بقلل التايم المستخدم للحصول على قدر معين من الايه من الملي امبير. يعني اذا كانت الصورة بدون الانتنسيفاينج سكرين هتحتاج 10 اجزاء من الاكس راي يتطلب 5 ملي امبير في ثانيتين، فاحنا لما نقلل الدوز المطلوبة عشان الحصول على صورة معينة بان انا مثلا احتاج 5 اجزاء من الاكس راي والانتنسيفاينج سكرين هتقويهم تحولهم ل10، يبقى انا محتاج ان انا 5 ملي امبير في ثانية واحدة. كده انا قللت التايم، فكده مش هدي فرصة للمريض ان هو يتحرك، بالتالي هقلل الموشن بلير ان انا بقلل الاكسبوجر تايم. مش كده بس، ده كمان احنا عندنا الاكس راي تيوب، لما قلل الاكس راي او الملي امبير المستخدمة يبقى بالتالي انا بقلل اللود على الاكس راي تيوب، وبالتالي الراديشن دوز بتقل، وبالتالي الاكس راي اكسبوجر تايم بيقل. فانا استفدت اكتر من فايدة، قللت التايم، قللت اللود على التيوب، قللت الاكسبوجر تايم، فبالتالي هقلل الموشن بلاير. احنا عندنا كمان بعض الاجهزة زي البورتابل اكس راي يونت دي اصلا ليميتد باور، يعني الملي امبير او الدوز اللي بتطلع من البورتابل اكس راي عمرها ما بتكون زي الاجهزة الثابتة من الاكس راي يونت، فدي دايما بنحتاج ان احنا ايه يعني نتعامل معاها بان احنا بنحصل منها على اكس راي باور بتكون قليلة، مش زي الايه الاجهزة الفيكسد او الاجهزة الثابتة في غرف الاكس راي. فاذا كنت انا بالبورتابل اكس راي ومع استخدام انتنسيفاينج سكرين هقدر احصل على صورة جيدة جدا، وهقدر اتعامل بشكل جيد مع الاجهزة البورتابل
اللي هي الليميتد باور، وبقدر ضئيل من الأشعة أقدر أحصل على صورة جيدة، وده يتوافق كويس جدا مع أجهزة البورتبل اللي هي أصلا ليميتد إيه ليميتد باور، وليست في نفس الباور بتاع الأجهزة الثابتة عندنا في غرف الإيه الإكس راي روم. ده مثال بيوضح لك إن الإكس راي لم اللي هو الخطوط البرتقاني، ده مثال توضيح الإكس راي اللي هو الخطوط البرتقاني، لما بتطلع من الإكس راي تيوب بتعدي على الخط الأبيض ده اللي هو الانتنسفاينج سكرين، تاخدها الانتنسفاينج سكرين وتقويها هتلاقي وتحولها اللايت، هتلاقي السمك بتاع السهم بتاع اللايت هيكون ثيكر زي الاكس راي، معناها ان هي الشعاع بتاع الاكس راي اللي هو البسيط ده لما عدى في الانتنسفاينج سكرين اول حاجة تحول للايت، تاني حاجة تقوى بحيث ان هو ايه يبقى له تأثير قوي على الفيلم. مش معنى كده ان كل الاكس راي بيم اللي هي هتخرج من الاكس راي تيوب هتعدي في الانتنسفاينج سكرين هتحول للايت، لا معظمها هيتم تقويته ويتحول للايت، والقليل منها هيعدي في الانتنسفاينج سكرين كأنه اكس راي عادي ولن يتحول للايت ولن يتقوى ويروح لايه للفيلم. يبقى الانتنسفاينج سكرين دورها انها بتقوي معظم الاكس راي اللي طالع من الاكس راي تيوب وتحولها للايت بحيث تسقط على الفيلم، واحنا عندنا الاكس راي فيلم از مور سنسيتيف تو لايت ذان تو اكس راي، فاللايت بيأثر فيها اكتر من ايه من الاكس راي. طب واحد يقول لي طب ما احنا ايه نشتغل بلايت ونحولها وان بحيث تبقى من الاول قوية، لكن المشكلة ان اللايت ليس له القدرة على النفاذية زي الاكس راي، فالاكس راي الباور بتاعتها عالي لها القدرة على النفاذية انها تعدي في المريض وتعدي في الاكس راي كاسيت بحيث توصل للايه للفيلم، ودي الميزة فيها. ده برضو مثال توضيحي يوضح لك عندنا الشيت الاخضر ده بيمثل لنا الانتنسفاينج سكرين، الشيت الرصاصي ده بيمثل لنا الفيلم. الاكس راي فوتون جاي من الاكس راي تيوب وبعدين بتعدي في البيشنت وبعدين بعد كده بتوصل للانتنسفاينج سكرين، لما توصل للانتنسفاينج سكرين هتتحول لايه للايت اللي هما الايه النجمتين الاورنج دول. كمان بعد ما يتحولوا اللايت الانتنسفاينج سكرين انتنسفاي مقوية هتقوي اللايت فوتون وتخلي السيجنال بتاعتها عالية بحيث انها تسقط على الفيلم وتكون مؤثرة فيه. برضو ده مثال توضيح اخطر بيوضح لنا ان عندنا ده مثالين، المثال الاولاني اكس راي بدون انتنسفاينج سكرين، المثال التاني اكس راي بانتنسفاينج سكرين. هنا هنحتاج دوز عالية من الاكس راي عشان تسقط على الفيلم وتدينا صورة معينة، هنا هنحتاج كمية قليلة من الاكس راي يعني دوز بسيطة من الاكس راي تسقط على السكرين تباص فيها وبعدين الانتنسفاينج سكرين تحولها اللايت وتقوي السيجنال بتاعتها وتسقط على الفيلم في النهاية وتدينا نفس الايه نفس الصورة. يبقى في الصورة الأولانية لم نستخدم انتنسفاينج سكرين واستخدمنا اكس راي راديشن دوز عالي في المثال التاني، لأن احنا لم نستخدم في المثال الأول انتنسفاينج سكرين، أما في المثال التاني هنستخدم راديشن دوز قليلة بانتنسفاينج سكرين هتقوي السيجنال وتحولها لللايت وتسقط على الفيلم تدينا نفس الايه الصورة كالمثال الأولاني. يبقى الفايدة في الانتنسفاينج سكرين إن أنا بحولها لايه لللايت، وبالتالي اقدر استخدم راديشن دوز قليله، ما اعرضش المريض راديشن دوز، بقلل التايم، بقلل اللود على التيوب، بقدر استخدم الاجهزه اللي هي ليميتد باور زي البورتابل اكس راي وبحصل على نفس الصوره كاني استخدمت راديشن دوز عاليه بدون انتنسفاينج سكرين. برضو ده مثال بيوضح لنا ان لو احنا مثلا هنستخدم اكس راي 50 ملي امبير عشان احصل على صورة الهاند اللي احنا شايفينها ليه، لا ده انا بدوز 1 ملي امبير مع انتنسفاينج سكرين ياخد الاكس راي دوز البسيطة دي ويقويها ويحولها اللايت هقدر احصل على نفس صورة الهاند اكس راي وبراديشن دوز قليلة مع استخدام الايه انتنسفاينج سكرين زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وده الفيديو ده هيوضح لحضرتك
ان هو دلوقتي زي ما احنا شايفين ازاي الانتنسفاينج سكرين اما تسقط عليها الاكس راي بتتحول للايت زي ما احنا هنشوف في الايه في الفيديو التوضيح اللي قدامنا. الانتنسفاينج سكرين هي الالواح البيضاء الموجوده داخل الكاسيت ده، الموجوده داخل الكاسيت ده. نبص مع بعض الاكس راي لما هتسقط على الانتنسفاينج سكرين ايه اللي هيحصل، شوف كده مع بعض. طبعا الانتنسفاينج سكرين بتبقى موجودة واحدة على اتنين على جانبي الايه الكاسيت، والفيلم بيبقى ما بين الاتنين اهو. بص الاكس راي سقطت هتسقط على الانتنسفاينج سكرين، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ضوء اهو. تمام، احنا طبعا مضلمين الغرفة عشان تبان الصورة اهو. الانتنسفاينج سكرين تسقط على الاكس راي، بتسقط على الانتنسفاينج سكرين بتتحول لايه؟ للايت اهو، لايت. تمام، يبقى دي ايه الفكرة، ان الانتنسفاينج سكرين تسقط عليها الاكس راي بتتحول لايه؟ للايت. ودي شكلها بتبقى لوحة بيضة، وهنا لوحة بيضة على جانبي، وبتبقى ثابتة فين؟ في ال يعني ثابتة ومثبتة في الايه؟ في الاكس راي كاسيت. طيب انتنسفاينج سكرين ان ذا كاسيت، بنستخدم احنا عندنا الافلام اللي قلنا عليها بتبقى دبل فيس، دبل ايمولشن فيس، بنستخدم تو سكرين لازقه او مثبته على ايه؟ بوث سايدز اوف ذا كاسيت. بينما في الماموجرافي، احنا عارفين الماموجرافي ده سنجل فيس بس، فبالتالي بنستخدم سنجل سكرين، بنستخدم لوحه واحده من الايه؟ انتنسفاينج سكرين، لان اصلا الماموجرافي از سنجل فيس ايمولشن فيلم. ده شكل الانتنسفاينج سكرين، تبقى جايه لوحه بيضه مقواه، تبقى موجوده يعني اول ما تيجي من الشركه بتبقى موجوده في اظرف بيضه كده، احنا بنفتح الظرف ده ونطلع انتنسفاينج سكرين ونثبتها، بتتلزق في الايه؟ في الفيلم في الكاسيت زي ما احنا ايه شايفين كده، وبيبقى الفيلم موجود ما بين الايه الاثنين، وبيتقفل عليه الكاسيت عشان نبتدي ايه نستخدمه. ده برضو شكل تاني بيوضح لك قد الانتنسفاينج سكرين البيضة دي والفيلم اللي هو البنفسجي ده، في انتنسفاينج سكرين هنا وانتنسفاينج سكرين هنا على جانبي الكاسيت، والفيلم بيبقى ايه ما بينهم. الانتنسفاينج سكرين بيتكون من ايه؟ من عدة طبقات. اول طبقة فيها اللي هي البيز، ودي لازم تكون راديو بيرنت يعني منفذة للأشعة عشان الاكس راي بيم تعدي ايه فيه. كيميكالي انرت يعني تكون خاملة كيميائيا عشان لا تتفاعل مع الفيلم ولا تتفاعل مع بقية طبقات الانتنسيفاينج سكرين. كمان عندنا هنا الطبقة التانية اللي هي ريفليكتنج لاير او ابزورباتيف لاير، اللي هي ايه؟ هتمتص الأشعة وتبتدي تعكسها على الايه؟ على الفيلم. أهم طبقة عندنا اللي هي الفوسفورس لاير، ودي بتتكون من كالسيوم تانجستيت. افتكر كده التانجستيت اللي هو الفتيلة اللي بتبقى موجودة في المصباح اللي هي ايه بتتوهج وتديك اللايت، فكذلك الطبقة دي هي اللي مسؤولة عن ان هي ابزورب الاكس راي فوتون وتحولها لايه؟ للايت، وبالتالي تو بي ريكوردد اون ذا فيلم. واحنا قلنا قبل كده ان الاكس راي فيلم بيبقى مور سنسيتيف تو يعني لايت ذان تو ايه اكس راي، وبعدين في الاخر اللي هي البروتكتيف لير. يبقى الموست سيك يعني سيك بارت اكتر سمك في الانتنسفاينج سكرين هو البيز، واهم طبقه اللي هي الايه الفوسفورس لير اللي هي بتبقى مكونه من الكالسيوم تانجستيت. ده شكل الانتنسفاينج سكرين، قلنا ايه اكتر سمك فيها اللي هو الايه البيز، يلاها بعد كده الريفلكتيف لير او الابزورباتيف لير، يلاها بعد كده الفوسفورس لير اللي بتتكون من كالسيوم تانجستيت، يلاقي بعد كده البروتكتيف لاير، وبعدين بعد كده ايه الفيلم. يبقى لازم ان تكون الايه اتجاه الريفلكتيف لاير اتجاه ايه الفيلم، اتجاه الفيلم، لان دي الاشعه تسقط من هنا تعدي في البيز تروح الريفلكتيف لاير او الابزورباتيف لاير وايه تعكسها بحيث تسقط بعد كده على الايه على الفيلم.
ديت فكرة مبسطة برضو عشان نقدر نفهم الموضوع ده بيحصل ازاي بالظبط. فعندنا هنا اكس راي ذات باور منخفض، هنا اكس راي ذات باور عالي. ايه اللي هيحصل مع الاكس راي ذات الباور المنخفض؟ احنا عارفين ان الفيلم اهو، وعلى جانبي الفيلم الانتنسيفاينج سكرين امامه وخلفه. هتسقط هنا الاكس راي جاي من هنا، فالاكس راي دي ذات باور منخفض يا دوبك هتسقط على الانتنسيفاينج سكرين القريبه منها، الانتنسيفاينج سكرين القريبه منها هتمتصها وتعكسها ايه على الفيلم مباشره. طيب في احنا قلنا مش كل الاكس راي اللي بتعدي في الانتنسيفاينج سكرين بتمتص وتتحول للايت، لكن بعضها هي ايه هيعدي بدون ما يتحول للايت، دي ايه تستقبلها الانتنسيفاينج سكرين الموجوده على الجهه الاخرى من الايه الفيلم وتمتصها وتحولها للايت برضو وتعكسها تاني على الفيلم. يبقى سواء الاكس راي فوتون دي جت هنا على الانتنسيفاينج سكرين اللي هي اللي قبل الفيلم فهتمتصها وتعكسها على الفيلم اللي هو ايه في الوسط هنا، او عدت منها ولم تتحول للايت هتستناها وتستقبلها الانتنسيفاينج سكرين اللي هي اون ذا باك اوف ذا فيلم وبرضو تحولها اللايت وتعكسها تاني على الفيلم، بحيث ما يبقاش في تقدير في اي اكس راي فوتون جايه من الاكس راي تيوب. طيب على الجهه الاخرى عندنا اكس راي ذات باور عالي، وانتوا عارفين طبعا ان الاكس راي اللي بتطلع من التيوب مش كلها بنفس الباور، في سنترال اكس راي بتبقى الباور بتاعتها عالي، في سنترال اكس راي بتبقى ناحيه الانود، وفي اكس راي ناحيه الكاثود، وبتختلف في الباور بتاعتها. فبالتالي احنا عندنا الاكس راي اللي بتطلع من الاكس راي تيوب مش كلها بتبقى بنفس الايه الباور، لكن عندنا هنا مثلا نموذج ان الاكس راي اللي خارجه من التيوب هنا ذات باور عالي، فهتعمل ايه؟ هتقوم جايه على طول راحه للايه؟ هتعدي في الانتنسيفاينج سكرين وبعدين بعد كده تستقبلها الانتنسيفاينج سكرين اون ذا باك اوف ذا فيلم، هتحولها للايت وهتقويها وهتعكسها على الفيلم، وكمان هتروح للانتنسيفاينج سكرين اللي هي اون ذا فرونت اوف ذا فيلم وتتحول للايت وهترجع تاني للايه للفيلم. ولو الاكس راي جت على الانتنسيفاينج سكرين اون ذا فرونت اوف ذا فيلم هتحولها لايه للايت وتقويها وتسقط على الايه على الفيلم مره اخرى. يبقى الانتنسيفاينج سكرين الموجوده على جانبي الفيلم سواء هي كانت الفرونت انتنسيفاينج سكرين استقبلت الاكس راي وحولتها اللايت هترجعها تاني للفيلم، او سواء الاكس راي عدت فيها ولم تتحول للايت هتستقبلها الانتنسيفاينج سكرين اون ذا باك اوف ذا فيلم وتايه وتحولها اللايت وتسقطها تاني على الايه على الفيلم، بحيث ان ما يحصلش تهدير في اي اكس راي فوتون جايه من ايه من الاكس راي تيوب اللي هي باظت ثرو ذا بيشنت وبعدين تروح للايه للفيلم. بدفايه وجود انتنسيفاينج سكرين اون ذا فرونت اوف ذا فيلم اند اون ذا باك اوف ذا ايه ذا فيلم على جانبي الايه الفيلم وموجوده داخل الكاسيت ومثبته في الايه في الكاسيت. طيب ازاي نعتني بالانتنسيفاينج سكرين؟ لابد ان هي تتنضف باستمرار وبتكون يعني قطعه من القماش تكون مرطبه وان ايه وان يعني جينيتالي ربط كده بالراحه خالص بنمسحها عشان ايه ما تتجرحش وتسيب ارتفاكت في الايه في الفيلم. انشور ذات ذا سكرين از دراي، بعد ما عملناها بالفوطه او القماشه الرطبه دي نسيبها تنشف شويه وبعدين بعد كده ايه نقفل الكاسيت، ما نقعدش نفتح الكاسيت ونسيبه مفتوح لفترات طويله لان ممكن يجي فيه غبار او دست او ذرات تراب ودي ممكن تجرح الايه السكرين وتعمل لك بعد كده ايه ارتفاكت. طيب الفيلم هولدر اللي هو الكاسيت، الفيلم هولدر اللي هو الكاسيت بيبقى ايه ديفايسز مصممه ان هي تكون تحفظ الفيلم، وطالما الفيلم هيبقى جوه عشان يتم التصوير عليه
فلازم يبقى ثابت جواها، ولازم يبقى الكاسيت دي يكون غير منفذة لأي ضوء عشان ما يتسببش في ارتفاكت أو يحرق الفيلم تماما. وده طبعا لما بيتحط فيه الفيلم داخل الكاسيت يبقى ايه، بنقدر نحطه تحت المريض، بنقدر نحطه داخل الترابيزة جوه الجريد عشان ايه، ان احنا نقدر نصور عليه. طيب، لان انت طبعا ما تقدرش ان انت تستخدم الفيلم بدون الكاسيت وتروح تصور عليه، لان مجرد انك طلعته من علبة الافلام وحاول تستخدمه بدون الكاسيت هيتعرض للضوء ويتحرق ومش هتقدر تصور عليه. فلازم وجود الاكس راي هولدر او الاكس راي كاسيت للحفاظ على الافلام، لازم تكون ريجيد عشان احنا بنحطها تحت المرضى ونصور مباشرة عشان ما تتكسرش، ولازم تكون ايه، ديورابل، يعني من مادة ان ايه تقدر تعيش لفترة طويلة، لايت بروف، غير منفذة للضوء، لان اي ضوء هينفذ خلال الاكس راي كاسيت والفيلم جوه على طول هيتسبب في ايه، فساد الفيلم. فهي دايما تكون لايت بروف، ودي اهم الخصائص بتاعتها، ترانسبيرنت واكس راي طبعا، لان لازم تكون منفذه للايه، للاشعه على الاقل من ايه، من فيس واحد. دايما بنصور في الكاسيت على ايه، على ناحيه واحده، الناحيه التانيه ممكن برضو بتبقى منفذه اه، بس بتدي ما بتكونش بدرجه النفاذيه بتاعت الايه، الوجه اللي هو مخصص لعمليه التصوير، وممكن بتدي ارتفاكت. فعشان كده في وجه واحد هو اللي بيبقى ايه، مخصص للتصوير، وده بيبقى ترانسبيرنت واكس راي، تمام. يبقى لازم تكون منفذه طبعا الاكس راي. وعشان كده احنا قلنا قبل كده ان الاكس راي هي عباره عن الكترومغنيتيك ويفز، لها باور عالي ولها القدره على ايه، على النفاذيه. إيه كمان، بروفايد هاوسنج فور انتنسيفاينج سكرين اند فيلم. الانتنسيفاينج سكرين قلنا انها بتثبت او بتتلزق على جانبي الايه، الكاسيت، وبيكون الفيلم بقى ده الايه اللي هو بيتحط ما بين التو انتنسيفاينج سكرين، لابد من الحفاظ عليه وان هو ما يتكسرش او يتجرح، لان كل ده بيتسبب في ارتفاكت في الايه، في الفيلم، وممكن لو ما تمش الاعتناء بيه ان هو يبقى ايه، غير صالح للاستخدام او يحصل فيه كسر او شرخ يؤدي لنفاذيه الايه، الضوء، وان الافلام يتم تفسد ولا وتصبح غير صالحه للايه، للاستخدام. ده شكل الكاسيت زي ما احنا قلنا، وقلنا ان الكاسيت مقاسات متعدده. هنعرف المقاسات بتاع الكاسيت ازاي؟ هي نفس مقاسات الافلام، يعني اكيد احنا لما بنيجي نستخدم فيلم 14 في 17 بنستخدم له كاسيت برضو ايه، 14 في 17، وهكذا وهكذا. يبقى نفس مقاسات الكاسيتات هي نفس مقاسات الافلام، زي ما حضراتكم شايفين دي مقاسات مختلفه من الايه، من الكاسيتات. ده شكل الكاسيت برضو وهو مقفول، وشكل الكاسيت وهو ايه، مفتوح، وبيبقى فيه هنا ايه زي قفل ايه، منه بنفتح الكاسيت وايه، وبعدين بعد كده بنقفل تاني. بكده بكون ايه، وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة، وبالتوفيق ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.